مساء الخير لكل من عم يشوفنا عبر شاشة العالم سوريا. حلقتنا لليوم مميزة وفقرات عديدة ومواضيع متنوعة بمختلف المجالات الصحية النفسية والفنية. مساء الخير فرح. يسعد اوقاتك فارس، واكيد بمسي على مشاهدينا الدائمين اللي بضلوا بيتابعونا على شاشة العالم سوريا عبر برنامج دامسكو. دائما بنحاول نختار لكم المواضيع المختلفة والمتجددة مشاهدينا. لليوم اخترنا نحكي عن الجانب النفسي والطبي. خلونا نتعرف على أبرز عناويننا لليوم. أجواء الاحتفالات بمولد السيدة زينب بدمشق وريفة. الأمانة السورية للتنمية تحصد لقب محكم دولي في اليونسكو. تاريخ تطور وسائل النقل البري على مر الزمان. ومحطات عمر الطفولة وتأثيرها على بناء الشخصية. إعادة روح الماضي مع فنانية السبعينات. اضطرابات الغدد الصماء، ما هي مسبباتها؟ مدينة شوشتر بإيران هي مدينة حصينة قديمة تقع شمال الأهواز جنوب إيران، وفيها العديد من البيوت الحجرية الفخمة، وكانت مركز تجاري رئيسي بالبلاد. تملك نظام مائي مدهش تم بناؤه من آلاف السنين مشاهدينا، وحتى اليوم لا زال يعمل بكفاءة مدهشة ليروي 40,000 هكتار من البساتين التي تقع في جنوب مدينة شوشتر. دائما الشام بتمر علي المناسبات الدينية مرور جميل، ونحن بهالأيام عم يحتفل العالم الإسلامي بذكرى مولد حفيدة رسول الله والنبي الأكرم السيدة زينب. أكيد ونضوي على هالأجواء الجميلة يلي عم تصير بالشام واللي عم نشهدها. بسنا نرحب مشاهدينا بالأستاذة الدكتورة رقية اليوسف، أستاذة في قسم الدراسات العليا في جامعة المصطفى العالمية. أهلا وسهلا فيك، نورتينا. أهلا وسهلا فيكم، يسعد مساكم. يسعد مساكي وكل أوقاتك. أهلا وسهلا فيك. خليني أبدأ معك بأول سؤال، لمحة عن خصوصية شخصية السيدة زينب بشكل عام. طبعا السيدة زينب سلام الله عليها غنية عن التعريف بلا ريب. نحن ديدنا كعقلاء دائما من الشخصية تلفتنا، إذا كانت مثلا ابن مدرس أو ابن معلم غير لما بيكون ابن شخص أو إنسان عادي. وكلما ترقى الإنسان بالعلم كلما كانت هاي الشخصية ملفتة أكثر. صحيح. فما بالك حفيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني السيدة زينب سلام الله عليها ابنة الوحي، تعتبر ابنة معلم البشرية، فشخصيتها رح تكون شخصية استثنائية عن جميع الشخصيات الأخرى. طبعا الشخصية الاستثنائية
إلى ثلاث مقومات. المقوم الأول أن لديها كفاءة، والكفاءة معناها هي مزيج علم وخبرة. السيدة زينب سلام الله عليها جمعت هاتين الخصلتين، أنها عندها من العلوم ما شاء الله، طبعا كما أسسنا أنها وليدة بيت الوحي، هذا الأولا. ثانيا لديها خبرة، الخبرة أخذتها من حياتها، من حياتها مع جدها، مع أمها السيدة الزهراء سلام الله عليها، مع أبيها، وصلت إلى أن تترقى لمستوى أسست السيدة زينب مدرسة في الكوفة. خلال 4 سنوات خرجت جيل من النساء، جيل واعي، جيل منفتح، جيل مثقف، سواء بالثقافة الدينية أو غير الثقافة الدينية. نحن عندما نتكلم عن الثقافة الإسلامية لا تعنى فقط في الدين أبدا، الثقافة الإسلامية ثقافة إنسانية قبل أن تكون ثقافة دينية، ثقافة أخلاق أيضا كما أحسنتي. دائما الدين يؤسس للخلق قبل الدين أو قبل الفقه أو قبل العقيدة أو نعم. فالسيدة زينب سلام الله عليها كانت تحمل هاتين الخصلتين. أيضا غير الكفاءة، غير العلم، غير الخبرة، السيدة زينب سلام الله عليها كانت رسالية بامتياز، كانت مجاهدة، سيرة حياتها معروفة عند كل الناس. أكيد. كانت مجاهدة، كانت إعلامية بامتياز، يعني ما جرى عليها وما جرى على الإمام الحسين وما جرى على الركب الزينبي كلا أوصلته إلى العالم كافة. تم نقله بأمان. نعم. السيدة زينب سلام الله عليها مجاهدة بامتياز، حتى إذا استقرأنا حياتها مو بس حياتها العادية، حياتها الجهادية، نجد أن السيدة زينب إذا استقرأناها قاومت بسبعة عشر نوع من الجهاد، 17 نوع من الجهاد جاهدت السيدة زينب. السيدة زينب جاهدت جهاد أن تكون كفيلة لأطفال، كفيلة لأيتام، كفيلة لإمام زمانها، يعني أيضا هذا جهاد. فكثير هي خصال السيدة زينب سلام الله عليها، يعني مثل ما قلتي كثير هي خصال السيدة زينب سلام الله عليها، ويعني بدنا ساعة وساعتين لحتى نحكي نعم فيها. نعم. خلينا هلأ بس نفوت شوي بأجواء مولد السيدة زينب هاي السنة، كيف كان لو هيك تحطينا بالأجواء؟ الحمد لله، يعني من بعد سنين الحرب اللي مضيناها، اللي كانت جدا قاسية علينا، وجدا كانت خلتنا نضيق على أنفسنا ونضيق أن نحتفل أو بشكل جلي. السنتين أو الثلاثة الأخيرات بعد الحرب كان هناك في كل عام ما يسمى الأسبوع الزينبي، يعني لا نكتفي بيوم واحد بالاحتفال، لا، أسبوع زينبي تجتمع كل المؤسسات الدينية في السيدة زينب سلام الله عليها، وكل يوم يخصص لمؤسسة ما. يعني عندنا مثلا مؤسسة أو الهيئات النسائية في السيدة زينب لها يوم في الاحتفال، أيضا مثلا مؤسسة المنطقة الزينبية أيضا لها يوم في الاحتفال، الملتقى الوطني السوري له يوم، جامعة المصطفى العالمية لها يوم. فعلى مدار الأسبوع يوميا سنويا نعم. كل يوم أسبوع زينبي كامل، كل يوم هناك حفل أو احتفال بمناسبة مولد السيدة زينب سلام الله عليها. حتى قبل أزمة الكورونا كان يقام مثل كيك كبير، ما بعرف كيك طوله مئات الأمتار. حلو. لكل المدعوين أو لكل الزائرين لمقام السيدة زينب يوزع عليهم. بأزمة الكورونا وقفنا شوي عند هاي النقطة، فما كان في هذا للأسف هذا المولد. نعم، بدنا نحكي عن هذا العام الخصوصية بظل الجائحة، بظل الإجراءات الاحترازية، كيف كانت الاحتفالات هذا العام تحديدا؟ طبعا ككل الاحتفالات وككل المناسبات التي تمر بلا ريب لابد من مراعاة الأمور الصحية. يعني إلى مقام السيدة زينب من أول أزمة كورونا، بعد أن أغلق المقام فترة من الزمن، بعد فتح المقام الاحترازات بالنسبة للتعقيم دخولا وخروجا الناس، هناك تعقيم تام بالنسبة لارتداء الكمامة، لا يسمح اصلا للدخول دون كمامه مثلا. نحن ديدنا كعقلاء ممنوع المصافحه، ممنوع التقبيل، هذا اصبح امر اعتيادي يعني بالنسبه للناس. التباعد المكاني ايضا مفروض، يعني كما كل المناسبات. وايضا تاثرت هون السياحه الدينيه بالمنطقه، احكي لنا عن هذا الاثر قديش كان سلبي، وخصيصا انه نحن طالعين من سنوات من الحرب، هي كانت عم تمنع الاشخاص الوافدين من خارج منطقه السيده زينب للدخول والقيام بالطقوس الدينيه. طبعاً
كاد أيضا السياحة في كل الدول العالمية. نعم. يعني وقفت السياحة ما بدنا نقول صفر، بدنا نقول بقي 1% يمكن سياح، يعني صحيح. هذا تقديري أنا. صحيح. فالسيدة زينب كمكان سياحي، مكان ديني يأمه السياح والزوار من مختلف المناطق، العراق، البحرين، إيران، الكويت، الحجاز، السعودية، من كل المناطق. حتى الآن نرى بعض الأخوة الأجانب يعني أحيانا داخل سوريا يزورون مقام السيدة زينب. هذا الشيء أزمة كورونا أثرت على كل السياحة في مختلف مناطق العالم، مو بس منطقة السيدة زينب. صحيح. طبعا معيشة كمان الناس كانت من الزوار، فالآن في تراجع ملحوظ جدا جدا حتى في المستوى المعيشي في منطقة السيدة زينب نتيجة هذه الأزمة يعني التي مرت. تمام. سأتحدث عن منطقة السيدة زينب وعودة الحياة إليها، لكن خليني استغل وجودك اليوم ووجه رسالة لكل الأشخاص اللي اليوم عم يمارسوا الطقوس الدينية بهي الأيام الفضيلة. في أحيانا تصور عند البعض أنه أنا كوني عم مارس هذا الطقس المقدس نتيجة شدة الإيمان والورع بهذا المكان أنه أنا ما راح يصيبني ضير، فبيهمل الإجراءات الاحترازية بعض الشيء، ممكن أنه يشوف شخص عزيز يقبله ويسلم عليه. صحيح. بدي وجه دعوة من خلالك للناس أنه نحن صحيح عم نأم هذا المكان المقدس وشديدين الإيمان بأنه ما رح يصيب نظيم داخله، ولكن نشدد على موضوع الإجراءات الاحترازية. أولا هذا خرج عن السلوك السوي للعقلاء. نعم. يعني ديدن العقلاء إذا وجدوا شيء ضرر محتمل فعندنا أساس عقلي يقول دفع الضرر المحتمل واجب. نعم. عقلا قبل أن يكون واجب شرعا. تمام. فهذا الإنسان اللي بيتصرف هاي التصرف خرج عن السلوك السوي للعقلاء بلا ريب. نعم. تمام. يجب عليه أن يدفع الضرر المحتمل عن نفسه. نعم. الأخذ بالأسباب. نعم. لكن عقلها وتوكل. نعم. المفروض الإنسان يأخذ بالأسباب قبلا، هذا من الناحية العقلية. أما من الناحية الدينية فأيضا الدين لا يدعو إلى مضرة الإنسان نفسه، بل الدين دفع حتى يحافظ الإنسان على نفسه. قال الضرورات تبيح المحظورات لهي الدرجة، يعني في الإنسان يتناول أشياء تمام هي محرمة شرعا للحفاظ على صحته. نعم. نعم. فكيف إذا كان الإنسان يعني يذهب بنفسه إلى التهلكة؟ فهذا نعم. أيضا دينيا لا يجوز. إذا بدنا نرجع على نحكي عن منطقة السيدة زينب، شفنا في أحداث مؤلمة صارت، في استهدافات إرهابية طالتها خلال السنوات الماضية للأسف، لكن رجعت بفضل تضحيات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة أيضا وبمساعدة أهل المنطقة. لو تحكينا نعم. كيف رجعت الحياة اليوم؟ أيضا بدعم من الجهات المختصة في الدولة، وأيضا بدعم من الجهات الرديفة، وأيضا بدعم من الأهالي. الآن الحمد لله في تقدم في منطقة السيدة زينب سلام الله عليها، بنلاحظ في تطور. يعني كنت أتكلم منذ قليل أنه بدأت هناك تسمية للشوارع، مثلا في عنا دوار الشهيد البوطي، في عنا نعم شارع سمي الآن بشارع الشهيد باسل الأسد، شارع الحوراء كذا، فبدأت تتأهل. طبعا بلا ريب البنى التحتية على مستوى كل الدولة السورية للأسف آلت إلى السقوط بسبب الحرب. الآن نحن ننهض إن شاء الله ننهض، لكن هناك صعوبات بلا ريب لابد من ذكرها. يعني نحن ما فينا نذكر الإيجابيات والسلبيات ما ننظر لها. يعني تعاني منطقة السيدة زينب بهذه الفترة مثلا الكهرباء عدم. نعم. صفر. صحيح. تمام. يعني هذا مو ديدن منطقة السيدة زينب، أنا ألاحظ أن كل الأرياف تقريبا بهذا المنحى. نحن نشوف أن دولتنا عم تعاني، ونحن ننظر بنظرة إيجابية إن شاء الله للمستقبل. نحن بهاي الفترة مضغوطين جدا، لكن نتمنى من حكومتنا أن تنظر إلى هذا الأمر يعني بعين الاعتبار، وإلا الحمد لله نحن صابرين، نحن مقاومين، نحن مجاهدين لكي نبني وطننا إن شاء الله ونصل إلى الأرقى دائما. إن شاء الله ضلوا دائما هيك يا رب، وإن شاء الله بنأمل دائما أنه يتم تحسين الأوضاع على حكومتنا وعلينا نحن كأفراد. شكرا كثير أستاذي في قسم الدراسات العليا في جامعة المصطفى العالمية الدكتورة رقية اليوسف لوجودك معنا لليوم. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك. هلأ فرح نروح للغرفة الفتية الدولية لإقامة حفل توزيع جوائز لعدد من المتطوعين والمشاركين والشخصيات الاعتبارية بالمجتمع، أيضا عدد من الأشخاص الأعضاء اللي كان لهم دور كبير بالعمل التطوعي. منتابع سوا.
عملنا مشاريع متنوعة حول الدفع الإلكتروني، حول التوعية حول مرض كورونا، عملنا كثير من الندوات اللي لها علاقة بالأمور الاقتصادية. هذا لسنة 2020، وسابقاً واشتغلنا على المسؤولية الاجتماعية. كان عنا مشروع كثير كبير على صعيد سوريا كله للمسؤولية الاجتماعية. كنا عم نشوف شركات سورية، فتحنا مسابقة لأفضل شركة سورية بتشتغل على المسؤولية الاجتماعية، وكان عنا كثير من الناس اللي شاركت. بطبيعة الحال لسنة 2021 نحن عم ننتقل نقلة جديدة بموضوع السوشيال ريسبونسبيليتي اللي هي المشاريع الاجتماعية. الحفل طبعا بيكون فخم بضيوفه اللي هن شركائنا اللي نحن حنكرمهم ونشكرهم بطريقتنا، بس قد ما قدمنا لهم اكيد هو جزء، نحن بس عم نقول شكرا مو اكثر من هيك، بس هن كثير كان عطاؤهم لانه مميز. مشروع مسؤوليتنا يلي هو مسابقة المسؤولية الاجتماعية للشركات، هذا المشروع يلي كان موجه للشركات لحتى نشجعهم أكثر يمارسوا المسؤولية الاجتماعية الحقيقية تجاه موظفينهم وتجاه المجتمع. فالحمد لله كان في عنا بدمشق لحالة أكثر من 300 شركة. مكملين بنفس الهمة بنفس النشاط، ما حنوقف، ما في كورونا بتوقفنا، حرب ما حرب ما بهم، لأنه نحن شباب سوري أكيد رح نكفي. الإبداع ما له حدود، وهذا شعار جي سي آي. أهلا وسهلا بجميع الشباب اللي محبين ينضموا لجي سي آي، بوابنا مفتوحة أكيد من شهر واحد. أي حدا بيحب العمل التطوعي، عنده فكرة مشروع، عنده قصة، بإمكانه يتواصل مع جي سي آي مباشرة، وكلاتنا رح نكون معه إيد واحدة. حقيقة السنة ب 2020 شاركت كمدربة متطوعة مع جي سي آي مشروع عائد يلي هو تطوير قدرات الشباب يلي هلأ متسرحين من الجيش وعم بيكفوا دراستهم الجامعية. قدرنا نساعدهم بمجموعة من المهارات لحتى يقدروا يطوروها ليكونوا جاهزين للدخول بسوق العمل. رجعنا ومتابعين معكم بدمسكو مشاهدينا لليوم. فرح بظل الازدحام اليومي اليوم بدمشق وريفا وبظل العجقة، يمكن مختار حي الله وسيلة نقل لحتى صحيح. تستقلنا للمكان اللي رايحين عليه اليوم. دائما بنطلع على وسيلة النقل وما بنسأل إذا هي ميكرو أو باص أو تاكسي، لكن هالمرة خطر لنا نسأل حالنا شو تاريخ وسيلة النقل اللي نحن عم نختارها وكيف تطورت ووصلت للشكل الحالي اللي هو هلأ حاليا عليه. خلونا نشوف الجواب بهذا التقرير. مرت وسائل النقل لنقل الأفراد والبضائع من مكان للتاني بسلسلة تطورات طويلة عبر التاريخ وبقفزات نوعية وسريعة بهالمجال، بدءاً بالمشي على القدمين وانتهاءاً بالمركبات الفضائية الحالية. تعد أقدام الإنسان هي أول وسيلة نقل بعد روض الإنسان الخيول والحمير والإبل ما بين 2000 و3000 قبل الميلاد. تم صنع العجلات الأولى بقطع صلبة بالعراق بالوقت نفسه تقريباً بعام 3500 قبل الميلاد، وتمت صناعة القوارب وقت أشعل الإنسان النار بالحطب وحفر الزوارق من الخشب المحترق، واخترع المصريين القوارب الشراعية واستخدموها للنقل البحري والصيد. وسائل النقل الرومانية فكانت الأكثر تطور، وأتبنى الرومانيين السفن التجارية الكبيرة وبتحمل ما يقارب 1000 طن من البضائع. بالعصور الوسطى رجع النقل أكثر بدائية بعد سقوط روما. كانت وسائل النقل عبارة عن مسارات ترابية، وكانت الوسيلة الرئيسية للنقل أيضاً هي الحصان، لكن هالمرة مع عجلة وبتحمل عربة. أما أول غواصة استخدم الإنسان اخترعها كورنويل دريبل بالقرن 17، وقام بليز باسكال بعام 1662 باختراع أول حافلة وطريق منتظم، وتم إنشاء أول محطة مؤقتة بوقت مبكر من عام 1663. تحسنت وسائل النقل بالقرن 18 بشكل كبير،
وتشكل الرجال الأغنياء طريق واسع للسيارات، وكان على المسافرين دفع رسوم لاستخدام الطرق. وصارت المحطة يلي تم إنشائها بالقرن 17 أكثر شيوعاً بهذا القرن. أما بالقرن 20 فتحسنت وسائل النقل بشكل كبير، على الرغم من أنه أول ظهور للسيارات كان بنهاية القرن 19 بعد الحرب العالمية الأولى، إلا أنه صارت بالعشرين أرخص وأكثر شيوعاً، وتم إنتاج قطارات سريعة وسفن عملاقة. وختاماً بالقرن 21 ممكن تكون السياحة للفضاء هي الخطوة التالية بمجال النقل. دوماً السوري عم يثبت بأي عمل أنه قادر يترك بصمة وأثر للتاريخ من خلال العمل المؤسساتي بين المنظمات الحكومية والغير حكومية، ومنها الأمانة السورية للتنمية اللي حملت على عاتقها تمثيل سوريا بالمحافل الدولية ورفع الاسم أيضاً من خلال النجاحات وتوثيق التراث السوري الإنساني. وهالمرة الإنجاز أكبر والتحدي مختلف من خلال فوز الأمانة السورية للتنمية بمرتبة محكم دولي باليونسكو. لنعرف أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع بصيرنا نرحب باستديو دامسكو بالأستاذة شيرين النداف من برنامج التراث الحي بالأمانة السورية للتنمية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. يا هلا. أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن خصوصية رتبة المحكم الدولي، تفاصيل عنها وخصائصها أيضا. طبعا أول شيء بدي أقول مبروك لنا جميعا ومبروك لسوريا. أكيد ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. طبعا اليونسكو هي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة تعنى بموضوع الثقافة والعلوم والتربية، فهي في عندها آليات معينة بالحوكمة وطريقة تقييم ملفات عناصر الدول المقدمة للتسجيل على قوائم التراث. فضمن اليونسكو في لجنة هي اسمها اللجنة الحكومية لصون التراث الثقافي اللامادي، فهي اللجنة هي مسؤولة عن اتخاذ القرار بخصوص تسجيل عناصر من دول مختلفة حول العالم، تسجيلها لدى اليونسكو على قوائم مختلفة. فمن خلال هي اللجنة بيتم تشكيل هيئة اسمها هيئة التقييم. نعم. هي الهيئة بتضم 12 دولة، بيتم تقسيم الأعضاء بيناتهم مثلا ستة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية، ستة من بيناتهم خبراء بالتراث الثقافي اللامادي وأعضاء من الدول غير الطرف ضمن اللجنة. هي الهيئة بتقوم بتقييم الملفات، وكل دولة موجودة بالهيئة بتشتغل بمجال محكم دولي. فهي بتتخذ القرار بالملف إذا كان هو قابل للإدراج أو لا، مثل ما صار سبق وسوريا قدمت خيال الظل والورد الشامية، فكان في هيئة مشابهة فحصت هاي الملفات وأخذت قرار بتسجيلها. فهي الهيئة بشكل عام وتركيبتها باليونسكو هي بهذا الشكل. تمام. طريق طويل وشاق مثل ما تحدثت حضرتك، تكلل آخر شيء بهذا التتويج. إذا فينا نحكي عن الملفات اللي تقدمت من قبل الأمانة لحتى نلنا هذا الإنجاز اللي هو فخر لكل سوري. طبعا تقدمت الأمانة السورية للتنمية كممثلة عن سوريا بطلب للجنة اليونسكو، طلبت فيها وأبدت رغبتها بالمشاركة بهيئة التقييم. طبعا من خلال انتخابات سرية تشرف عليها منظمة اليونسكو بتم ترشيح عدة جمعيات غير حكومية أو مؤسسات غير حكومية لانتخابها لتكون عضو ضمن الهيئة. فالأمانة ترشحت مع مؤسستين إضافيتين، فتم انتخاب الأمانة السورية للتنمية تكون عضو بهيئة التقييم لدورة 2022، يعني رح تستمر هاي العضوية لمدة سنتين. حلو كتير. طب حكيتي عن مشاركاتكم السابقة يلي هو إدراج شخصيات كروكوز وعواض وأيضا الوردة الشامية تحت قائمة التراث، لو هيك نرجع نذكر فيهم ونذكر أبرز التفاصيل. تمام. الأمانة هي المرة الثانية اللي بتفوز بهيئة التقييم، سبق وأخذت الأمانة عضوية هيئة التقييم بعام 2015-2016. من خلال هذيك التجربة نحن تعرفنا ككوادر عاملة بالمجال الثقافي على آلية كتابة الملفات وكيف منرشح عناصر ومنشارك ممارسة المجتمع السوري وحكاية سوريا ونعرضها على المجتمع الدولي. فمن خلال هي التجربة نحن عكسناها بإعداد ملفات ترشيح إما بتدرج على قوائم الصون العاجل بيحتاج لحماية مثل ما صار بعنصر خيال الظل، أو بتدرج على قوائم تمثيلية مثل ما صار بالورد الشامية. وإن شاء الله سوريا عم تنتظر العام القادم نتيجة عنصر القدود الحلبية لإدراجه على قوائم التمثيلية كمان. تمام. شو الشيء اللي عم نحاول نقدمه للمجتمع السوري اليوم من هاي المشاركات اللي ذكرتيها حضرتك؟ شو الرسائل اللي عم نوصلها؟ طبعا وقت اللي بتوصل ممارسة أي مجتمع سوري على اختلاف التنوع الثقافي الموجود عنا بسوريا، فنحن هون عم نعكس الغنى والتنوع الثقافي ونشارك الحكاية السورية مع المجتمعات الدولية الأخرى، بالإضافة إلى نحن عم نتعرف على تجارب
تجارب دول تانية بمجال صون التراث وكيفية وضع خطط لصون هاي العناصر، والدول التانية عم تاخذ من خبراتنا ونحن عم ناخذ من خبراتها، فهي بتصير عملية تبادل خبرات وتبادل حوارات من خلال التسجيل على هاي القوائم، كونه هو شو يعني شايفينه كل الدول بمنظور معين، فهي أكثر شيء بتنعكس على المجتمعات السورية بطريقة إيجابية وبينعكس كمان على اسم سوريا عالميا طبعاً. أكيد في خصائص وإضافات مهمة طبعاً. على اسم سوريا اللي بينعكس أيضا على شبابها. خلينا نحكي عن الخطط اللي حاطينها لتستثمروا هذا الفوز. طبعا على المستوى الدولي اكيد وجود سوريا بمحفل اممي كبير هو شيء يعني كلياتنا فرحنا فيه وانبسطنا فيه وبيعكس مدى التنوع والغنى اللي بتمتلكه سوريا، واكيد الثقه اللي ممنوحه من منظمه اليونسكو الامانه السوريه للتنميه حتى تمثل سوريا بهيك محفل دولي. عم نحاول نحط خطط لاستثمار هذا الحدث على المستوى المحلي عبر تنميه كوادر بشريه جديده وتدريبها على اليات التحكيم والتقييم في اليونسكو وتدريبها على اعداد قوائم ايضا. بدنا اتطرق لموضوع الفريق، هذا الفريق اليوم اللي عم بيقدم عم بيكونوا سفرائنا للعالم الخارجي من خلال الرسائل اللي عم بيوصلوها من خلال مشاركتهم من خلال اظهار الصور اللي حكيتي عنها حضرتك، كيف اليوم عم بيتم تدريب واعداد هذا الفريق المشارك خارج سوريا؟ طبعا هذا الانتخاب اللي صار لسوريا بهيئة التقييم هو تم عن طريق دعم للكوادر الموجودة مثل ممثلين الأمانة الموجودين بمنتدى المنظمات غير الحكومية واللي تعتبر الأمانة هي عضو فيه، وأيضا دعم من المندوبة الدائمة لدى اليونسكو الموجودة بباريس، فطبعا هن اللي دعموا الترشيح من الدول الصديقة لحتى نحن نفوز بهي العضوية، بالإضافة لجهود الفريق المحلي اللي عم تكون موجودة، يعني نحن ماشيين على نسق واحد وخطى واحد لحتى عم نقدر نحقق هيدا وازن على الصعيد المحلي والدولي. قد ايه اليوم في مشاريع لشباب موجوده على الارض عم تدعموها؟ قد ايش اليوم في افكار عم تتقدم لكم والامانه السوريه عم تحمل على عاتقها تنفيذ هي الافكار لحتى تكون واقعيه والى نتائج مثمره على الارض؟ طبعا الامانه السوريه للتنميه منظمه مجتمعيه تعنى بالدرجه الاولى بالمجتمع وممارسات المجتمع واحتضان المبادرات اللي نابغه عن المجتمع، فاي مبادره بتجي بالمجال التراثي وخاصه بمجال صون العناصر وضع اليات وخطط لصونها ودعم ممارسيها بالطرق الاقتصاديه والمعنويه والثقافيه فنحن بنحتضنها وبنامن كل السبل اللازمه للاشخاص لحتى يقوموا بهي التنميه وبنضل محافظين على ابراز حقوقهم وواجباتهم وصورتهم ودعمهم بكل المجالات بتقدر عليها الامانه. نحن اليوم كسوريين على مختلف الأصعدة وكافة المجالات عم نعاني من صعوبات وعقوبات أيضا من الحصار إلى ما هنالك من صعوبات، شو المعوقات اليوم اللي عم تعيق هاي الأعمال لأنه تكون في إلى منافذ خارج سوريا؟ شو في منغصات عم تعرضوا لها بعملكم اليومي خاصة لما بنحكي عن مشاركة سوريا خارجيا؟ أكيد يعني العقوبات المفروضة على سوريا عم تعيق شوي التواصل الخارجي وخاصة موضوع المشاركات الدولية وما يتعلق بأمور مشاركة الدولة بالمعارض اللي كانت موجودة أو بالمهرجانات اللي كانت موجودة، ولكن رغم هذا الشيء نحن عم نقدر أنه نتجاوز هاي الخطوات وعم نقدر ندخل على المنظمات الدولية ونثبت اسم سوريا وتواجد سوريا وتواجد المنظمات المجتمع المحلي اللي هي بالنهاية ممثلة للمجتمع السوري عم نقدر انه نوصل على الرغم من كل الضغوط والصعوبات اللي عم نعانيها، بس يعني بالاصرار الواحد لازم انه يتاقلم على المجريات الواقع ويحاول يلاقي الحلول على طول. صحيح، واكيد عندكم خطط اكيد للمستقبل، بس بدنا نحكي شوي عن الورده الشاميه كونه هو حدث غير مسبوق وكلياتنا انبسطنا فيه وفرحنا فيه، والبرومو هو خير دليل على الفرحه اللي عاشتها سوريا خاصه بتمثيل هاي الورده عالميا. طبعا الوردة الشامية وما يرتبط بها من ممارسات بقرية المراح تم إدراجها على قوائم التراث الإنساني بعام 2019 ضمن اجتماع اللجنة الحكومية اللي عقد بكولومبيا، فكانت الفرحة يعني احتفلنا سوا بتوقع بساحة الأمويين ويعني كشفوا عن النصب الموجود حاليا للوردة الشامية. طبعا هذا الإدراج مثل ما حكينا نفس القصة انه هو كتير بيعكس شيء سوري للخارج، انه نحن الشعب مثلا بنحب الثقافة السلام بنحب الأشياء الحلوة، فكان هذا الإدراج فرحة يعني لكل السوريين. وطبعا عم يرتبط هلأ حاليا بالعنصر خطط صون قادمة إن شاء الله راح يتم الإعلان عنها لاحقا. تماما، دايما لما بنحكي عن المشاركات الخارجية بنسأل عن الفيدباك رجع الصدى كيف عم بيكون ردة الفعل، نحن اليوم من خلال هاي الرسائل ومن خلال هاي المشاريع والأعمال عم نكون سفراء السلام لسوريا، شو عم بتكون ردات الفعل من الحضور عربيا وعالميا؟
طبعا في كثير دول يعني عم تدعمنا وعم تكون واقفه يعني بجنبنا، يعني مثل واكبر مثال على هيدا الشيء هو النتيجه اللي نحن يعني فازت الامانه بهي الرتبه بناء على تصويت من مجموعه دول، وهي حصلت على اعلى نسبه من التصويت. طبعا هي انتخابات سريه بتشرف عليها منظمه اليونسكو، فالدول هي اللي انتخبت الامانه. وبرجع وبقول انه هيدا الشيء هو يعني الاثر اللي محققته الامانه السوريه للتنميه وثقه اليونسكو وثقه الدول بخبرتها كمنظمه معتمده وتؤدي خدمات استشاريه. الامانه معتمده لدى اليونسكو من عام 2012، فالدول يعني بتعرف شغل الامانه وبتعرف شغل سوريا عبر هي المنظمه، فاكيد يعني هن انتخبونا بطريقه كثير حلوه وفي دعم يعني الحمد لله. وهلا شيرين يعني صار لازم نوضعك وقلك شكرا كثير على كل شيء قدمتي لنا من المعلومات، موفقين يا رب. شكرا شيرين نضافنا الامانه السوريه للتنميه، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا فيك نورتينا. فرح هلا حنروح للبشره والعنايه بالبشره، وحنحكي عن الكولاجين واضراره، وهل استخدامه للبشره مفيد وبعيد نضارتها ام هو مجرد وهم؟ خبيره التجميل نوار العنيد بهالتقرير. الكولاجين هو مكون أساسي من مكونات البشرة، وهو مسؤول كتير كبير عن صحة وشباب البشرة. يعني البشرة بتكون شابة بيكون فيها الكولاجين طبيعي وبيكون فيها كثافة عالية لألياف الكولاجين بالجلد. الحبوب الكولاجين اللي عم بيتروج لها مع الأسف كلياتها هي منتجات تجارية، هي ما لها أي أساس من الصحة العلمية ولا لها أي إثبات على أنه هاي عنا هاي المنتجات. نحن إذا أخذناها ككبسولات حتمتص المعدة وترجع تركب لنا كولاجين بالبشرة، يعني هي بالتحليل المنطقي الطبي والعلمي ما في هيك شيء. بصراحة أنا مريضاتي اللي بيجوا بيقولوا أنه استفدنا على حبوب الكولاجين، وهيك بحاول أشرح لهم ووصل لهم هاي الفكرة أنه هي بس موضوع تجاري، بحاول اقنعهم بهي القصه. لكن في منهم بيبقوا مصرين وبيقولوا انه استفادوا، ما عندي مشكله خليهم يكملوا عليه، يمكن الحاله النفسيه بتلعب دور بهيك مواضيع. بياخذوا بالبر ولا لا؟ ما في اي ضرر؟ هو غالبا ما في اي ضرر، هي تشكيله يعني فيتامينات. ممكن بس في حالات معينه ممكن يكون في ادويه عم لاحظ انه كان اول شيء يقولوا كولاجين وبصير الوجه هيك مثل البدر مثل القمر. نحن بنخاف من شغله انه يكون فيها نسبه كورتيزون، يعني الكورتيزون هو انه تاخذي حبوب على مدى مثلا شهر شهرين ثلاثه ولو كانت بنسبه خفيفه بيعطي صحنه نحن بنسميها الوجه القمري. طبعا هو مو غزل هذا الوجه القمري، هي احد ملامح متلازمه بنسميها متلازمه كوشينج او فرط افراز الكورتيزول او فرط الكورتيزون خارجي المنشا. نحن بناخذ كورتيزون بتلاقي الوجه بيتدور بيزيد اكثر بالصحه، هذا شيء ابدا ما بصحه يعني بسمن الوجه، بس هذا الشيء ما صحي. هذا الشيء اللي بنخاف منه انه الاستخدام العشوائي لهالمنتجات، واحيانا ما بنعرف شو فيها هي الكبسولات، يعني اكيد هي ما حاويه على كولاجين، بس خوفنا انه تكون حاويه على مواد مؤذيه، فانا بنصح انه نتجنبها. يعني سنوات الطفولة هي سنوات المعرفة الأولى والتكون الفعلي لشخصية الطفل، ولكثير أشياء ممكن ترافقنا طيلة حياتنا مثل أنماط الشخصية، ملامح الشخصية، وأسلوب التصرف والاستجابة للمواقف والأشخاص. وبيبقى هالكلام عام جدا إذا ما عرفنا المحطات بعمر الطفولة اللي إلها أكبر تأثير علينا، ولازم تتم رعايتها ومراقبتها والتعامل معها بشكل صحيح من قبل الأهل. تفاصيل كثير وأسئلة رح نطرحها اليوم مع ضيفتنا الاختصاصية التربوية نسرين بشبوج. أهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكم. يسعد مساكي استاذه واهلا وسهلا فيكي نورتينا. بدايه مساكي. اهم المحطات بحياه الطفل يلي بيصير فيها تكوين لمراحل تانية بحياته ونمط شخصيته واسلوب التصرف والاستجابه للاشخاص وللمشاعر، شو هي اهم المحطات؟ الطفولة المبكرة أو السنوات الأولى من حياة الطفل هي لها تأثير هائل على شخصية الطفل، لأنه هي عم تبلش تبني الخطوات الأولى بشخصيته، بطريقة تصرفه، بردات فعله، حتى تغذيته، حتى صحته، سعادته، حتى مستوى التعليم تبعه. تمام. وبالنسبة لبناء الشخصية قديش اليوم تلعب دور؟ خلينا نقول هل هي ممكن تخرب على بناء الشخصية أو ممكن هي تبني بشكل سليم؟ طبعا بناء الشخصيه ببلش من اللحظات الاولى للطفل، والسنوات الاولى كثير مهمه ببناء شخصيته، اللي نحن عم نقول نحن الطفل اليوم هو بنات المستقبل غدا.
قديش مهم هذا الطفل، طريقة التعامل معه، طريقة التعاطي، طريقة التعليم كتير مهم لحتى نقدر نحن نبني شخصية سليمة. إذا نحن عم نحكي على شخصية سليمة بده يكون طريقة سليمة وتربية سليمة. تمام. بعيدا عن دور المنزل، دور المدرسة أيضا له دور كتير هام بحياة الطفل المراحل والسنوات الأولى. شو لازم يكون الدور المناط بالمدرسة؟ المدرسة مرحلة مهمة بحياة الطفل. نحن بنعرف أنه الدائرة الأكبر اللي بيطلع للطفل بعد الأسرة هي المدرسة. كتير مهم لأنه هي بتساعد هذا الطفل على بناء شخصيته، على صقل مواهبه، بالإضافة أنه تعامله، السلوكيات اللي عم يكتسبها، هو عم يكتسب سلوك مثل احترام الآخرين من خلال تعامله مع المدرسين، تعامله مع أقرانه. فكتير مهم حتى طريقة التعليم قديش هو مهم لما هو عم يتلقى طريقة تعليم سليمة صحيحة. بالإضافة إذا نحكي على ضغوطات نفسية ومشاكل نفسية، المدرسة إلى دور مهم بحل هاي المشاكل. نحن بنعرف أنه في بكل مدرسة مرشد نفسي، ومن ناشد وزارة التربية كتير تفعل دور المرشدين النفسيين بالمدارس بطريقة صحيحة، لأنه له وقع خاص عند الطفل. كتير في أشياء بيكون الطفل ما قدران يحكيها، ما قدران يعبر عنها، ضمن عائلته بيخاف يحكيها. فوجود المرشد النفسي وإحساسه بالأمان مع هذا المرشد كثير مهم. نعم. طيب وبالنسبة للأثر النفسي المتكون عند الطفل، هل قابل للإصلاح ولأي مدى؟ حسب وقع هذا الأثر، حسب وطئته على نفسية الطفل واستمراره، هل هو آني، هل هو كان مستمر معه لسنوات طويلة، بيلعب دور كتير كبير بأنه يصلح أو ما يصلح بالمدة الزمنية لحتى نحن نقدر نعالج هذا الأثر. تمام. حنحكي أكثر بتفاصيل هذا الموضوع، لكن حنروح لاستطلاع صغير ونرجع نتابع حديثنا مع كاميرا العالم. سوريا مشاهدينا نزلت على الشارع وسألت عن الذكريات، وخاصة ذكريات الطفولة بإيجابياتها وسلبياتها. هيك كانت الأجوبة، من تابع سوا. كثير بتصير بس ما بتذكرها. تعرضت للسرقه انا وصغير، انسرق مني شغلي هيك. ما بتذكر حالي انه صار مثلا معي هالموقف، المواقف بتصير على كبر يعني. بتذكر رحنا زياره على بيت جدي وهيك شيء، فكنا كثير مبسوطين وجايين هيك انا واخواتي صغار وكذا، فصارت حادثه انه انقطع اصبعي صغير بماكينه اللحمه هي. فاليوم اسرى فيني ليكم مقطوع بايدي اليسار، ما راح اظهره على الكاميرا طبعا. اغراضي شيء مقدس عندي من انا وصغيره لكبيره. والله مرة من مرات متذكر والدي أعطاني مصاري روح أحلي، كنت صغير عم ضيعت المصاري بالطريق ورجعت وقتها أكلت قتلي. ما بذكر، لا ما بذكر هيك شيء. ضعت مرة بالسوق الحمدية. كنت خرب كثير، لقاني عمو شرطي واخذني لعند اهلي. مره كان معي كنت حامل اغراض، كان معي مبلغ مصاري كبير وضوعته، ضليت يمكن ابكي عليه شيء اسبوع. كنت صلح اساس حط حالي بدي صلح خرب. هيك كانت آراء الناس عن ذكريات الطفولة، وراجعين مشاهدينا لنكمل الحوار مع اختصاصية التربوية نسرين بجبوج. أستاذة خلينا نحكي الذكريات وارتباطها بالطفولة، هل ممكن تأثر على تكوين الشخصية؟ ذكريات الطفولة ممكن هي تبني ممكن تهدم. لأنه إذا كان الطفل، نحن حكينا أنه البيئة المحيطة هي بتأثر كتير على حياة الطفل، على شخصيته، على سلوكه. في حال كانت هاي الذكريات مريحة وسعيدة كتير عم تعطيه انطلاقة وثقة بذاته. أما إذا كانت ذكريات سيئة عصيبة، مثلا هو كان عم يواكب خلافات أسروية، عم يواكب صعوبات معينة، فللأسف الشديد هي لا سيئة. تمام، حتكون سيئة. طيب أنا كيف فيني بشكل أو بآخر، إذا المصطلح صح، أطمس هي الذكريات في حال كان الطفل مر بظروف صعبة جدا، مشاكل عائلية أو ما شابه، بقدر أنا كأهل أني أمحي هي الذكريات؟ في آلية ممكن أتبعه؟ حسب تعامل الأهل.
تمام. قديش هدول الأهل عم يعتنوا بهذا الطفل من سنواته الأولى لنحاول في حال هو مرق بمرحلة معينة، مرحلة صعبة، أو العائلة مرقت بمرحلة صعبة، بيجي دور كتير كبير ومهم للأهل إنهم يقدروا يصقلوا شخصية الطفل. مهمة صعبة. وطبعاً أولاً اختيار المدرسة الصح، التعامل مع الطفل بطريقة صح، تأمين جو أسري آمن هادئ لهذا الطفل، استخدام أسلوب الحوار اللي بيعطيه قوة شخصية، اللي بيخليه يعبر عن ذاته، يعبر عن كل شيء هو عم يحس فيه، إحساس بيعطيه إحساس بالأمان، بالإضافة إنه هو بيخليه يكون شريك بالقرار. لما أنا عم أقوله شو رأيك، لما أخليه شريك بقرار بأشياء حسب طبعا مرحلته العمرية، قديش أنا عم بعطيه ثقة بذاته، قديش أنا عم حاول حسن من نفسيته. خلصنا من دور الأهل، الشاب كبر وصار بعمر كبير وصار لازم يكون واعي لنفسه ولتصرفاته وللسلوكيات اللي هو عم يقوم فيها. قديش اليوم هو لازم يكون على وعي بهذا الموضوع؟ وفي حال ما كان على وعي، شو الإرشادات اللي نحن ممكن نقول له إياها لحتى يصلح من نفسه؟ حضرتك تفضلتي وقلتي إنه هو صار على وعي، يعني هو صار بمرحلة عمرية واعية، مدرك للتصرفات اللي عم بتصرفها، قدران يميز بين الصح والغلط، قدران يعرف وين مصلحته أو وين في شيء ممكن إنه يسيله. في جانب بيلعب دور هو طفولته، قديش كان في عنده بهاي الطفولة، قديش كان الأهل مراعين وماشيين معه بطريقة تساعده لما ببلش بمرحلة الشباب إنه يبني شخصيته. نرجع لدور الأهل، نرجع لدور المدرسة، نرجع لطريقة التعامل. هو كيف يحل هاي الخلافات أو هاي المشاكل اللي هو عم يعاني منها؟ كيف بده يحل هو كشخص واعي؟ شخص واعي بده يكون عنده هذا الإدراك إنه يقدر يحلها. إذا نحن عندنا إدراك، ما إنه قدران ممكن يستعين باختصاصيين. وكتير مهم، يعني فينا ننوه على دور الاختصاصيين النفسيين والأطباء النفسيين. عم نحاول، وطبعا كتير من المنظمات والجمعيات عم بتحاول توضح أهمية الجانب النفسي. على طول يعني في إنه في خجل، في خوف من إنه أنا عم استشير اختصاصي، انا عم راجع طبيب نفسي. ففي ثقافة صارت اوعى بهذا الزمن انه لا، انا بحاجة اني استشير اختصاصي نفسي باي مشكلة ممكن انا تمرق معي. تمام، ما عاد معيب موضوع زيارة الطبيب النفسي. طبعا هذا جهل. بنرجع للطفولة، دائما بناء طفولة صح يعني مراهقة صح، شباب صح. اليوم في كتير معترضات ممكن تعترض حياة الطفل تأثر بهذا الموضوع، هاي المرحلة الحساسة جدا اللي هي مرحلة تكوين الشخصية. رفيق سيء، مشهد حادث صار أمامه، كتير في قصص وممكن تعترض وتغير وتمارس دورها بهذا السياق. شو واجب الأهل يعملوا بهون؟ كيف أنا بدي ضل عامل هذا الكنترول على الطفل بنفس الوقت عطيه حريته وعطيه خصوصيته؟ أولا لما بيكون في ثقة بين الأهل والطفل، هذا بيعطيه على طول القوة والقدرة والجرأة إنه يحكي أي شيء عم بيصير معه سيء أو منيح أو فرحه أو زعله أو خوفه. من جهة تانية متابعة الأهل، بدي أحكي على رفاق قسوع وهذا جانب مهم جدا، لأنه على طول بأي مرحلة عمرية بيتأثر الإنسان بقارينه، بيكتسب عادات. تماما، بمرحلة المراهقة معروف عن مرحلة المراهقة إنه ببلش يدور عن قدوة، بغض النظر هو ما عنده احيانا الوعي انه هاي القدوه سيئه ولا هي ايجابيه ولا منيحه، بيلاقي شخصيه ممكن هاي الشخصيه ترضي جانب بشخصيته، ترضي غرور عنده، ترضي شيء عنده، فبيقتدي فيها وبيبلش تقليد. لا هون تيجي خطوره مرحله المراهقه. تماما، وهون صعوبه يعني بصراحه التعامل مع المراهقين هو بحد ذاته بحث. صعوبة تعامل الأهالي مع الطفل بمرحلة المراهقة، هدنا حتى ذاتهم، طب والله كان منيح ليش انقلب؟ ما هو أنا شو رسمت معه خلال مرحلة الطفولة حلاقيه بمرحلة المراهقة، قديش أنا عاطيته قوة شخصية، ثقة بالذات، دعم، بلاقيه بمرحلة حلاقي المراهقة. بعدين بالمرحلة القادمة. نصايح كثير مهمة واجبنا دائما نوصلها للأهل. بدنا نشكر كثير وجودك معنا أستاذة، الحديث يطول لكن الوقت دائما بداهمنا. شكرا جزيلا لحضرتك ولكل المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا إياها، أهلا وسهلا فيكي. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا كثير لك. مشاهدينا، على هامش حفل أيام الفن التشكيلي السوري لعام 2020 أقيم معرض استعادي لفناني السبعينات في صالة متحف دمر. طبعا أجواء حميمية فنية، سادة الماضي والحاضر واختلطوا ببعض لحتى يقدموا لنا هذا المزيج. خلونا نتابعه بالتقرير.
هذا المعرض معرض الاستعادة لكثير من اللوحات الموجودة في متحف الفن التشكيلي في دمر، يندرج ضمن أيام الفن التشكيلي السورية. اليوم فقط لدينا 3 افتتاحات، لدينا في الأيام المقبلة ملتقيات فنية ومعارض في 3 جامعات، هي أنشطة تشمل كل أنحاء سوريا. نتمنى أن يكون الارتياد كبيراً، لأن الهدف من هذه المعارض وهذه الملتقيات هو نشر الذائقة البصرية. طبعاً نحن لا يمكن أن ننسى من أسس بالحركة التشكيلية السورية، دائماً نحن بذاكرتنا، ودائماً راح نحن هاي المعارض هي لإحياء الذاكرة لعند الناس، لحتى تقول شوف قديش كان في عنا فنانين وما ينتسوا. هذا المعرض هو تكريم للفنانين اللي أسسوا بالحركة التشكيلية السورية، ونحن دائما واجبنا أن نقدم تكريم ونقدم واجهة أو أساس الفن التشكيلي بسوريا للفنانين الشباب والجمهور السوري. بكن كل احترامي وتقديري لوزارة الثقافة إنه قدرت تساوي هالمتحف هذا وتجمع كل اللوحات ومحافظة عليهم ومعطيتهم أرقام ولكل فنان اسمه وتاريخ العمل اللي اقتنوا فيه. هي بادرة عم بتلاقيها قلائل بوطننا العربي. أنا درت الوطن العربي ودرت عدد كبير من العالم، ولحد الآن وصل إنتاجي من فوق تجاوز 3000 لوحة. الفن التشكيلي الآن هو فن ذاتي، لم يعد فقط مدارس. والفنان، أي فنان عندما يرسم بصدق فهو يعكس ذاته. الأمر ليس محصورا بأن هذا الفن الآن هو فن سوري، يمكن القول أنه فن إنساني عابر للآخر. الفن السوري بمعنى التصوير أو النحت لا يتجاوز عمره 100 سنة أو أكثر بقليل، ويمكن الحديث عن العشرينيات أو ما قبل ذلك، أو حتى ممكن الحديث عن نهاية 1881 أول لوحة موجودة بالمتحف الوطني لفنان لبناني، ويمكن القول فنان سوري. خصصنا فقرتنا الأخيرة لليوم مشاهدينا لنحكي عن الأمومة، خاصة أن الحمل والإنجاب له تأثير سلبي جدا على جسم المرأة وهرموناتها. وطالما عم نحكي عن الهرمونات نحكي عن الغدد الصماء اللي بتتعرض كتير لاضطرابات كونها هي مصدر للهرمونات. وهالاضطرابات هي فرح ممكن تكون بفترة الحمل وأثناء فترة الحمل ناتجة عنه، أو ممكن تكون سابقة لفترة الحمل وتأثر على الإنجاب والحمل. حنعرف بخصوص كل هالتفاصيل مع دكتور سمير معراوي الاختصاصي في أمراض الغدد الصماء. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا بكم. أهلا فارس حبيبي. بداية خلينا نحكي عن الاضطرابات اللي بتتعرض لها الغدد الصماء يلي ممكن تنتج أثناء فترة الحمل. تمام. هلأ كل الغدد الصم بتتغير وظيفتها وطريقة عملها أثناء الحمل. تمام. عنا بالنسبة لمشاكل اضطرابات الغدد والاستقلاب اللي هن أمراض السكر والشحوم والكوليسترول بيدخلوا ضمن نفس النطاق هذول. احنا اختصاصيين أمراض الغدد والاستقلاب. نعم. هلأ الثلاث أمراض الرئيسية يلي بيضطربوا كتير ومنشوفهم كتير بعياداتنا هن أولا
مرض الداء السكري اللي هو بيتعلق بهرمون الانسولين والجلوكاجون. بالنسبه لامراض غدد بحت، امراض الغده النخاميه، نعم، واهم مرض فيهم هو ارتفاع البرولاكتين، نعم، ممكن غير هرمونات ايضا. والمرض الثالث اللي هو شهير جدا وكثير بيهتموا فيه العالم، امراض الغده الدرقيه قاطبه، يعني اي نعم. نوع امراض غده درقيه. هالثلاث امراض هدول بدهم عنايه خاصه اثناء الحمل. هي كتعريف رح نتطرق لهم هلا باسبابهم وعلاجاتهم وهيك. تماما. اسباب اضطرابات الغدد الصم اثناء الحمل اللي عم تحكي عنها حضرتك، وقديش بتلعب الوراثه دور فيها؟ تمام. هلا بالنسبه لمرض الداء السكري، نعم، الوراثه فيه عاليه جدا، بس في شيء اسمه السكري الحملي، يعني بيكون ما في سكر عند الامراه الحامل، فجأة بالشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث بيظهر مرض السكر، بيصير بيرتفع فوق 110، ممكن بعض الطعام يصير فوق 180، فوق 200. إذا هالاضطراب هاد بيؤدي ل يعني اضطراب عند المرأة الحامل، نعم، وعند الطفل أيضا. هو هون المشكلة إنه السكر المرتفع بالنسبة للجنين في أذى معين، ممكن انه يخلق الولد مثلا سمين زياده عن اللزوم، 4 كيلو زياده. ممكن اثناء الحمل يصير في اضطرابات، ما بدنا نخوف العالم، يعني بياثر بشكل مباشر على الجنين، بشكل مباشر على الام وعلى الجنين، نعم. ممكن الاصابات العينيه عند المريضه السكريه تزداد. بس اهم شيء انه بالنسبه للسكري اللي بنسميه حملي، نعم، هو سكر بيظهر بس اثناء الحمل، نعم، بيكون ما في سكر قبل ببداية الحمل منذ الأسبوع الأول أو وما سابق. المراقبة طبعا من قبل دكاترة النسائية بيبحثوا عن هالأمر، إذا في أعراض التهابات بولية، جفاف فم، نفس أعراض السكري بس بتبدأ تظهر عند هالصبية الحامل. تمام. طب دكتور، بتستمر هاي الاضطرابات لما بعد الحمل أم لا، تقتصر بس على أثناء الحمل؟ إيه، ليكي هلأ بالنسبة لاضطرابات الغدد كل وحدة إلى شكل. بالنسبة للسكري الحملي مبدئيا بعد الولادة بتنتظم الأمور وبنسمي شفاء، خلينا نسميها هجوع لداء السكري، يعني بينام مرض السكر على أنه ممكن يرجع بالحمول المقبلة، نعم، منضل منسمي هذا السكري الحملي. هلأ نوع السكري اللي كان موجود قبل وبتعالج بالأنسولين أو بحبوب السكر، هذا رح يضل موجود لأنه هذا مو سكري حملي، هذا سكري صار في حمل ورح نتابع مرض السكر أثناء الحمل. بالنسبة للسكري هلأ بالنسبة للعلاجات الخاصة، إذا بتحبوا دغري ندخل بكل مرض وعلاجاته حتى ما ننتقل من مرض لمرض. هلأ عم نحكي على السكر، حكينا سكري عادي وسكري حملي. هلأ العلاجات الحديثة بحبوب السكر عند بعض بلدان شرق آسيا، الهند والصين وبعض البلاد العربية، عم نستعمل حبوب السكر بالحالات الخفيفة للداء السكري. هلأ المدرسة الأمريكية ما بتستعمل حبوب، المدرسة الأوروبية بعض منها قبل يستعمل حبوب بعد ما صار عنا ركول، يعني عنا صار سوابق استعمال لمدة 40-50 سنة لحبوب السكر مثلا بالهند، نعم، من دون مشاكل، نعم. فعنا مادة الميتفورمين اللي هي شائعة جدا وأول علاج للداء السكري موجودة، وعنا مادة الجليبينكلاميد كمان موجودة. هالمادتين هدول ممكن نستعملهم للداء السكري أثناء الحمل إذا كان السكر خفيف، يعني نقول عامة تحت الميتين ممكن، نعم، يعطينا، نعم، نتيجة مع الحمية والرياضة. نعم دكتور، بعد الولادة شو الأثر بتكون على الأم وعلى الجنين؟ آه. بالنسبة لبعد الولادة الداء السكري ممكن قلنا الولد يخلق سمين، ممكن يصير معه هبوط سكر وقت الولادة لأنه الأنسولين بيبقى عالي عند الأم، بيصير فيه هبوط سكر والأنسولين تبعه زايد بيعمل هبوط سكر وممكن يعمل هبوط كلس أيضا. بالنسبة للأم تفاقم الحالة العامة، إنما بشكل عام سكري الحملة بيشفى بعد أول حمل وكمان ممكن بعد ثاني الحمل، كل ما تكررت الحمول نسبة بتعلى. إذا بتحبون ننتقل للغدة الدرقية وبعدين الغدة النخامية. هلأ ما حكينا على الغدة الدرقية،
آفاتها شو هي؟ عندنا مرض شائع هو فرط نشاط الدرق اللي بيؤدي لداء بازدو أو غريف، جحوظ بالعينين. الهرمون بيعطي تسمم درقي، بيصير الإنسان بيطرق قلبه كتير، بيرشفوا إيديه، بينقص وزنه، بيصير معه سهال، ترفع حروري. الحبوب اللي تستعمل أثناء الحمل غير الحبوب اللي نستعملها بدون حمل. يعني عندنا فصيلة البي تي يو، البروبيل تيو إيراسيل، هي المفضلة. هون الدكتور هو اللي لازم يوضح، تمام، لازم نبرمج إنه إذا مريضة بدها تعمل حمل ومع فرط نشاط درق ومصرة تعمل حمل، إنه ننتقل على فصيلة أخرى. نعم. ما بتوصل للولد. نعم. بنهاية الحمل ممكن نرجع للأدوية القديمة. هلأ المتابعات ما بعد ذلك هي عديدة. ننتقل هلأ على قصور الدرق. نعم. بشكل سريع دكتور لو سمحت. مريضة مع قصور درق الهرمون تبعها بيصير بدها هرمون أكتر. يعني حاجتها اليومية بدل 100 ميكرو 125 ميكروغرام من هرمون الدرق. تمام. خليني أختم معك بسؤال. تمام. دكتور الأمراض الغدة اللي ممكن تسبب اضطرابات قبل الحمل وتمنع حدوث الحمل. نعم. شو عم بتكون؟ هذا موضوع كبير جدا ومهم بشكل جدا. مختصر. تمام. تفضل. هلا أهم مرض بالغدد ببعد الحمل هو البي سي او، يعني اللي بنسميه بوليسيستيك اوفري، المبيض متعدد الكيسات. هو بيكون في بدانه خفيفه، شويه شعرانيه، شويه حب شباب، جفاف بشره. هذا المرض بتنزيل الوزن وشويه رياضه وشويه حبوب من فصيله الميتفورمين وشويه يعني تحريض للاباضه ممكن ناخذ نتيجه كويسه بالنسبه للامراض اللي بتباعد الحمل. عندنا امراض اخرى عديده، كل امراض الغدد كلها على الاطلاق بتباعد الحمل. نعم. كلها وممكن تسيء للحمل يعني. لذلك مراقبتها مهمة جدا. وبالنسبة للغدة النخامية كمان باختصار لو سمحت احكي لنا. بالنسبة للغدة النخامية الموضوع حلو كتير. الأهم هرمون بيضطرب وبيؤدي لأنه ما يصير حمل هو ارتفاع البرولاكتين، وهذا شائع جدا ببلادنا. نعم. ممكن يكون مرتفع ومن دون ما يكون في درة حليب أو انقطاع طمس. نعم. بالحالات الشديدة هالشي بيكون موجود. هلأ الأدوية اللي تستعمل لفرط برولاكتين الدم، حبوب من فصيلة البروموكريبتين، هالأدوية هاي ببعض بلاد أمريكا الشمالية ما بيحبوا يستعملوها. نعم. نحن عنا بالشرق الأوسط يسمح باستخدامها، يعني ممكن أنه نستعملها من دون ما نلاقي كتير مشاكل. شكرا. تمام. كتير لإلك كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، موضوع كتير متشعب بس نحن اكتفينا بهذا القدر، وإن شاء الله على أمل اللقاء بالمرات القادمة. الاختصاصي في أمراض الغدد الصم دكتور سمير معراوي، شكرا لوجودك معنا. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا. شكرا. فرح وصلنا للختام بحلقتنا لليوم. دايما لقائنا بجدد معكم بالحلقات القادمة مشاهدي قناة العالم سوريا. أكيد لا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وتبعتونا مقترحاتكم وآرائكم للحلقات المقبلة، ومن هون لوقتها تبقوا بكل الخير والصحة والسلامة.